إذن مشاهدينا الأوفياء، مشاهدي كاترونكسيس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. سيدة تعاني في صمت رهيب بسبب مرض السرطان، الله يجيب لها الشفاء. هاد السيدة اللي كتشوفوا معنا مشاهدينا مشاهدي كاترونكسيس خسرت ما عندها، خسرت فلوسها على هذا المرض، خسرت اللي عندها. شوفوا البيت ديالها، الحالة ديالو كيفاش دايره، مبقاش عندها الفراش اللي كنشوفو عندها التلفازة، يعني من القدام، يعني خسرت كاع الفلوس ديالها مع هاد المرض الخبيث اللي هو مرض السرطان. الله ينجينا ويجيكم، الله يجيب لها الشفاء من هاد المنبر يا ربي. السيدة عيطت لينا كتناشد ذوي القلوب الرحيمة، الناس اللي بغاو الجنة، اللي بغاوها في الآخرة ماشي في الدنيا، اللي كيقلبوا على الأجر. نداء للقلوب المحسنين، نداء لجميع المغاربة، خوتنا المغاربة. هاد السيدة هادي راه كتعاني في صمت رهيب، كتشوفوا الحالة ديالها، ما كتقدرش تتحرك، يعني خصها بدات كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا كتكحز باش تمشي للبلاصه. نتوما كتعرفوا بان هذا المرض الخبيث هذا يعني كيبقى كيتاكل، يعني كتحك بزاف. صراحه هذا الشيء كيالم مشاهدينا ومشاهدي 46. خليكم معنا في هذا البث. بقيت متبعاه صافي، طرطقوا لي دوك جوج حبوبات، طرطقوا لي دوك جوج حبوبات، وبقات حبوبه وحده، هذيك الحبوبه بقات شاده صافي، مابغاتش تحيد. بقيت جالسه كنقول دابا الطرطق، دابا الطرطق بحال الاخرين، شدت لي شي شهر ونص صافي. انا تحاريت قلت انا نمشي ندير التحليله نشوف شنو هذا الشيء. ملي درت التحليله قالوا لي عندك السرطان، يلاه بعديك صافي. يلاه بداني. جيت انا مشيت قلت نتبع انا ميريزكو، الناس نصحوني قالوا لي ميريزكو زوين وفيه الالات زوينه وهذه، مشيت تبعت ميريزكو صافي. مشيت لميريزكو وبقاو كيعطوني التحاليل، عطاوني تحاليل قالوا لي ديري لي ريم، ديري الطب النووي، ديري الاسكانير، شي تحاليل شي 12 تحليله ولا شي سبعه ولا ما بقيت عارفه. هي هذيك درت تحاليل ودرت لي ريم. الطب النووي غالي 160 الف ريال، تعطلت عليه، تلقيت الناس بحال وجهكم، بقيت نطلب عند هذا وعند هذا وعند حتى جمعت هذيك 160 الف ريال مشيت درته. ملي جمعت الدوسي ديتو اليوم قالوا لي تعطلتي صافي، دفعوني لواحد الناس اخرين تما في السبيطار. عاد مشيت عند دوك الناس في السبيطار وريتهم الوراق، طلبوا لي تحاليل ثاني حتى هما، طلبوا لي تخطيط ديال القلب، وطلبوا لي الصدر، فهمتي؟ كيبقاو يقول لك ديري غير التحاليل التحاليل التحاليل. ملي صوت هذا الشيء ثاني عاود كنقول لك خصهم يديروا لي واحد المنظار، هذاك المنظار مده وما غاديين بيا جايين بيا، كنتسنى فوقاش دير داك المنظار. كيقول لك سيري ديري تحليل النبوله، كدير هذاك التحليل النبوله كتخرج ليا فيها ميكرو. درت المره الثانيه عاود الثانيه ديال النبوله، النبوله مشيت عاود درت تحليل النبوله ثاني مره اخرى، عاود خرج ليا فيها ميكروب. هما يخرجوا ليا، خرجوا ليا واحد الدواء كيدك في العرق صافي، يقول لك هذا مزيان. درتو خمس ايام متابعه، وعاد ملي سالا مشيت درت تحليل حاشاك، عاود خرجت ليا فيها الميكروب، خرجوا لي ثاني واحد الدواء العرق، عاود باكو ثاني مجهد عليه، عاود تاو درتو. انت كتشوف شوف الحاله ديالي كامل الدكوز غير براوات، ما كيجبروش ليا العرق، ما كيجبروش ليا العرق، ما كيجبروش ليا. يعني هادو التحاليل، هادو غير التحاليل والدواء ديال العرق، هادي ما كيجبروش ليا العرق. ايوا صافي، دابا درت هاد الدواء الاخرين وان شاء الله غندير تحليله ونشوف اشنو كاين، نشوف اشنو كاين. خرجت ليا التحليله نقيه، راه غندير العمليه وندير داك المنظار، ما خرجت ليا عاود بقى فيها الميكروب. انا غنبقى غاده وجاي على داك الميكروب تيتحيد، فيما كنقول لهم شي حاجه نقول لهم اخويا ديروا ليا شي حل، شوفوا واش غديروا معايا. انا ما بقيتش كننعس، ما بقيتش كنقدر نمشي، المشيه وليت كنمشي فركه، كنوقف غير شويه، كنمشي غير من هنا لهنا كيشدني الحريق، وليت عايشه غير بالحريق، عايش معايا، نعس بيه ونفيق بيه
ناكل به، ناكل بالبكا، نجلس بالبكا، كلشي كيفاش كديروا بالبكا. الحمد لله، حمد ربي وشكره. شوف انا حمد ربي خويا وشكره، شوف اللي جات من عند الله مرحبا بها، فهمتي؟ وانما خويا هادشي كسر عليا بزاف، مابقاش قادر نصبر. يا ربي اسمح لي على هاد الكلمه، صبري تقاضى، صبرك تقاضى، ولكن الله سبحانه وتعالى ونعم بالله، ونعم بالله، ربا قال الحمد لله. عندي جوج، وحده مجوجه، وهاد البنيه اللي معايا بنيه عندها 13 عام، صغيره، شفنا البنيه. ايوا هذيك هي اللي عندي دابا الساعه، يعني هذيك هي اللي عندي وكتبقى فيا الصراحه. كنقول ماكراش نصح، عطينا ربي شي صحه جديده باش باش نكون بيها ونوقف معاها، ان ما كاينش اللي غيكون بها من غيري انا، فهمتي؟ والله من غيري انا، والله ولا ما كنتش انا، راه ما مسكين حتى شي حالته، راك شفتي حالته الصراحه، ما نكذبش عليك. شي اللي كاين اخويا، شنو الرساله ديك اللي بغيت توجهي لخوتك المغاربه المحسنين ذوي القلوب الرحيمه اللي كيسمعوك؟ شنو الميساج؟ يعاونوني اخويا، يعاونوني، يعاونوني، كطلبي منهم يعاونوني باش اللي كان باللي كان. انتما كتشوفوا الوضعيه ديالي، شفتوا جيت وشفت الوضعيه ديالي، يعني انا ما عنديش فلوس وما طلع عندك. الحمد لله، الحمد لله. خسري هذا الشيء باش لا الفراش ماشي بعتو على حساب المرض، لا وهادشي اللي قسم لي الله الظروف ديالي وصافي. يعني حتى الفلوس انا ما عندي حتى فلوس، الحمد لله عندي غير الله، غير الناس بحال وجهكم هما اللي كيجيو يعاونوني. الناس اللي كيتعاونوا معايا، وحتى كتعرف ترونسبور ثاني لميريزكو راه ميزانيه، راه كيقسل اني الرسول وانا غير بوحدي، ما كاينش زعما اللي كيعاونك من غير واحد اختي مسكينه هي اللي كتعاونني، ما ننساش خيرها. وانا ما راه كاين اللي يعطي ما كاين اللي يشد، يعني حتى وليت كنحشم نقول عزيزي عاونيني مسكين، الله يحسن العون كل واحد، حتى واحد مصاب كيبغى. هادشي اللي كاين اخويا، الله يجيب لك الشفاء. امين اخويا، سبحانه وتعالى يجيب لك الشفاء. امين. خوتنا المحسنين اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا بانهم يساعدوك، حنا راه درنا النمره ديالك، عاودي ذكريهم بالنمره ديالك. لا كاينين ذوي القلوب الرحيمه، الناس اللي بغات الاخره ما بغاتش الدنيا، اخويا ذكرهم بالنمره ديالك ونطلبوا من الله يعيط لك شي واحد ان شاء الله. اخويا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. النمره ديالك شحال؟ النمره ديالك 07 76 14 48 58. عاودي كرر. 07 76 14 48 58. واللي بغاني رانا كتكون عارف سيدي مؤمن، يجي عندي حتى لهنا ويشوفوا كل شيء بعينيهم ويتاكدوا كل شيء. واخا شكرا. مشاهدينا الاوفياء، مشاهدي كاترونسيس، اهلا وسهلا. بالنسبه للناس لهاد السيده هادي، راه شفتوا الحاله ديالها، ما خبات حتى شي حاجه، جينا عندها صدفه شفنا البيت مسكينه فين كتنعس، الدوايات كيعاونوها غير الناس المحسنين، عايشه غير مع الناس، كطلب ما طالباش فلوس، ما طالبه طالبه بغات غير الدواء، شي واحد يوقف معاها باش الدواء، عندها وريقات ديالها ديال الطبيب، عندها كل شيء. اذا هذا نداء الناس ذوي القلوب الرحيمه، النمره ديالها راه كاينه في هاد البث المباشر، وعطاتكم النمره في قبل قليل، عطاتكم النمره. نتمنوا من المحسنين يلبيو هذا النداء، الله يشافيها سميره فاروقي، فاروقي الله يشافيها يا ربي ويشافي جميع المسلمين. هذه وحده من المتتبعين ديالنا الاوفياء، كتقول لك الله يشافيك، الله يشافيها. كنتمنوا ما نكونوش طولنا عليكم في هذا البث المباشر، ولا نعود في بث مباشر اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.